نتمنى أن رئيس الجمهورية يحل هالمجلس هذا. يزينا ينزمه. أنت اليوم تطالب رئيس الجمهورية بحل البرلمان. بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. علاش؟ ليه يزي قعو؟ ما عادش راهو مش قاعدين نراو في الوضع اللي تعيش فيه البلاد. شو معناتها البرلمان هذا أتعس من المجلس الوطني التأسيسي مثلا؟ لا مقارنة. مش خاطر أنا كنت فيه. لا مقارنة. كيفاش كيفاش؟ خلي الناس تفهم. شوف الوضع اللي وصلت له اليوم البلاد على الأقل. على الأقل ومانيش باش نقارن بالأرقام. تعرف المجلس الوطني التأسيسي قلنا قبل نعمل فوق المئات قانون في العام ما تبين لجنة التشريع العام واللجان الأخرى والمصادقة عليهم فوق المئات قانون في العام. اليوم ما وصلناش حتى الأربعين. ما وصلناش حتى الأربعين قانون زهير. معناتها فضيحة. المجلس قاعد في إطار تجاذبات سياسية. اليوم العادي يقدم في حد شيء للبلاد. هنا قاعدين نشوفه قانون الجماعات المحلية التوى لو وصلنا له. نشوفه معناتها قانون المالية كيفاش تعدى وشنو هو الانعكاسات متاعه مع المواطن التونسي. وبالتالي اليوم إذا فما رجاء نعملوه ونطلبه من السيد رئيس الجمهورية إنه يطالب بانتخابات تشريعية مبكرة.